أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لعلكم يعني أكيد تعلمون، ولكن يعني من لا يعلم، وراء هذا الذي عرض قبل الحلقة بثواني في هذا الاستبيان أو هذه الإحصائية السريعة عما يحدث، يعني يصاب بالهلع. وتنظر أنت إلى ابنتك الصغيرة ذات الخمس سنوات والعشر سنوات، وترى غضارتها وأنوثتها وحياءها وجمالها ورقتها، وتقول عندما تكبر هذه أسلمها لمن يصنع معها هذا، تصب الزهر. الله عز وجل كرم الإنسان عمته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الإنسان مكرم. لو وضعت حرمة الكعبة وحرمة الإنسان المؤمن، يعني حرمة الكعبة في كفة وحرمة الإنسان المؤمن في كفة، لرجحت حرمة الإنسان المؤمن. يا كعبة الرحمن ما أبهاك ما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. طيب، إذا كان الإنسان بهذا القدر عند رب العباد سبحانه وتعالى، فإذا لما جاءت مسألة الحياة الزوجية، رب العباد سمى العقد، يعني في عقد يعني بين البائع والمشتري، أشتري بيت، أشتري سيارة، أشتري أي شيء من الأشياء، في عقد بيختم ما بين البائع والمشتري. الله سمى هذا العقد بالذات الميثاق الغليظ. ليه ميثاقا غليظا؟ لأن الرقيب عليه هو الله سبحانه وتعالى. أول النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيجي الطرف الثالث، سواء هو حكم من أهله حكم من أهلها، كبير العائلة من هنا، كبير الأسرة من هنا، زعيم العشيرة من هنا، العالم، القاضي، المفتي، المصلح الأسري، أي شيء، ده طرف ثالث. الطرف الثالث هذا لا يرى إلا ظواهر الأمور، لكن حقائق الأمور يعرفها الطرفان، سواء ينكر أحدهما أو لا ينكر، لكن لا يعرفها إلا الطرفان. ليه؟ لأنه ممكن مثلا تقول يا سيدي القاضي أو يا سيدي الشيخ أو ينظر إلي باحتقار. طب بالله عليك، هتصوروا فيديو وتعطينا الصورة عشان نشوف وجهه الباسم، والعياذ بالله، مش عايزين ابتسامته، يعني كيف نظر إليها باحتقار مثلا؟ أو العكس، هو يقول يا فضيلة الشيخ أو يا أستاذ، هي تنظر إليها من علي، ولدرجة أنها تصغرني. طب بالله عليك اشرحها زي دي. فإن الله كان عليكم رقيبة، رقيبة، سبحان الله العظيم. هذه مسألة خطيرة. طيب، نأتي للمسألة المهمة. طبعا العالم كله في إيذاء للضعيف، وأصعب يعني والعياذ بالله أكثر الناس عذابا والعياذ بالله يوم القيامة الذي يظلم من لا ناصر له إلا الله. يعني ليه التعدي على الأموال حرام، ولكن أشد حرمة لما يكون المتعدي هذا يتعدى على مال يتيم. المتعدي على الضعيف حرام، ولما يكون هذا الضعيف كبير سن أو طفل أو ذو احتياجات خاصة تكون المصيبة أكبر. التعدي على الضعيف كارثة كبرى، ولما يكون متعدى عليها بنت أو امرأة أو زوجة، يعني كلام. ولذلك لما يجي في الأب والأم قال ولا تقل لهما أف، أقل كلمة في اللغة العربية، لو في أقل من أف كان القرآن ذكرها. فنفس القضية في الزوجية. فالملفت للنظر أن ظهر الفساد في البر والبحر، في العالم اللي يقال عليه متقدم، وبعدين انكشف حاله مع أزمة كورونا، نسأل الله أن يفك كرب الناس وأن يزيل هذا الابتلاء والوباء إن شاء الله عن المسلمين وغير المسلمين وعن هذه الأرض. العالم الذي كان يدعي التقدم، هو يدعي لكنه ليس متقدما، التقدم بالتحضر والتحضر بالقيم. فلما يكون مجتمعات تعيش سبحان الله 90% من النساء الأمريكيات يتعرضن للضرب من الزوج أو من الصديق، سبحان الله، كل 6 ثواني يحدث اعتداء على امرأة في هذه المجتمعات المتقدمة. أنا لن أذكر إحصائيات، لكن أنا يهمني
المنطقة الإسلامية، العالم الإسلامي اللي هو من الواجب يكون قدوة، اللي من الواجب يكون قبلة. يعني إلى عصر قريب كان ينتشر بين الأسر المسلمة أن زوجا يضرب زوجته، وبعدين يأتي الناس إلى آخر سواء القضاء أو الحكام اللي من الأسرتين أو إلى آخره. لكن أن تقول وكالات الأنباء أن عملوا إحصائية وجدوا أن في بلد عربي مسلم أمام القضاء، يعني المعروض من القضايا، سبحان الله العظيم 20% من الأزواج اللي هم الرجال، يعني أصل الزوج يقال للرجل والمرأة خلاص وأصلحنا له زوجة، المهم فالزوج لا 20 من الأزواج الرجال خلاص يتعرضن للضر 20% من هؤلاء الأزواج في بلد عربي مسلم يتعرضوا للضرب من زوجته. وعشان الرجل يستحي أمام قبيلته وعشيرته وربعه وسبحان الله يذهب إلى القضاء وإلى النيابة وإلى الجهات المختصة، هذه كارثة كبيرة. يعني مش معنى هذا أن من الواجب الرجل يضرب المرأة، لا هذا يضرب ولا هذا يضرب، يعني لا ده يضرب ولا ده يضرب، عايزين تختلف. يعني إذا وصل الأمر للمضاربة ولليد لا، يعني المسألة هناك خلل كبير. طيب للأسف الشديد في 4 أو 6 دول تقريبا عربية مسلمة 40% من الأزواج قالوا إننا ضربنا زوجاتنا، فيما هو أكثر من هذا خلاص. طيب هذا خلل، هذا خلل مجتمعي خطير، هذا خلل مجتمعي خطير. واللاتي تخافون نشوزهن، انظر بقى الى ضبط ايقاع الحياة، واللاتي يعني مجموعة النساء الزوجات اللاتي تخافون نشوزهن، يعني ايه؟ مش اللاتي نشزنا، الناشز الشيء الناشز هو الشيء المرتفع، يعني لو انت لمحت في المرأة نشوزا تتعالى عليه بخالها الوزير، ابوها الوكيل اول الوزارة، اخوها المسؤول الكبير الى اخره، مالها وثراؤها الذي ورثته عن ابيها، وظيفتها التي تبوأتها كذا وكذا وتأخذ راتبا اضعافه، هي تعمل وهو لا يعمل، يعني استغنوا عنه في العمل لكن هي لم يستغنوا عنها في العمل فهي اصبح لها دخل، يعني باي وسيلة، جمالها اي شيء، ترى انه يعني من مستوى اقل اجتماعيا منها، ولكن الله يسامح ابويا اللي زوجني منك، الله يسامح خالي، الله يسامح عمي اخويا، اي حد سبحان الله. طيب نشزت يعني تعالت، واللاتي تخافون، احنا هي لسه ما نشزتش، انت بدأت تستشعر انها سوف تتعالى عليك استشعار عن بعد، بس على اساس انك تكون سوي. قال ربنا فعظوهن، موعظة طرفين، موعظة سلوكية، ثم في اخر الموعظة السلوكية دي 90% من الكتاب من الموعظة، و10% موعظة ايه كلامية. لا احنا موعظة كلامية 120% وموعظة سلوكية ما فيش. يعني مثال، هو عديم الصلاة، يتعاطى مخدرات، سكر خمر، بذيء اللسان، بخيل، يقول لك ربنا قال يا سيدنا الشيخ واضربوهن. والله يعني انت في القرآن لم تلمح الا هذه الآية؟ فين عظوهن؟ عظوهن ايه؟ بسلوكك وبسعة صدرك وبرصيدك الذي صنعته عندها وبخلقك. فلما جيت تسحب ساحة الازمات تقول لا 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 بس كريم، لا 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 بيحترم اهلي، لا لا واخد باله من الاولاد، لا ده مثل الاخلاق، يتحمل عصبيات، يبقى هي بتبحثك عن مبرر لحظة الانفعال خلاص. زي ما يعني قلنا من قبل ان وسوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار، تكتشف ايه الرصيد اللي موجود لهذا عندك. فانت لو عملت عندها رصيد لما تيجي تعظها هي تسمعك، تعطيك اذنيها،
تمام. لكن المصيبة انك اولا ترفع صوتك امرا وتتكلم كأنك المصلح الاجتماعي وتتحدث كأنك ابي حنيفة النعمان وسبحان الله تفلسف في الكلام كأنك مالك ابن انس يا عم اهدى شوي يعني سبحان الله انت اجعل سلوكك هو الموعظة. ولذلك انا ارى ان الاولاد في البيوت والله ما يربيهم الا القدوة السلوكية. القدوة السلوكية يعني عشت في بيت ابي رحمة الله عليه ورجل يعني كان تخاف منه كل البلد سبحان الله وترهبه، ولكن في البيت والله ما سمعته مرة رفع صوته على امي ولا هي ابدا. الود سبحان الله. لكن احنا سبحان الله العظيم احنا داخلين في صراع، لا احنا مش في صراع على الحلبة. فالقدوة ان يرى الولد ماذا يصنع ابوه وماذا تصنع امه، كيف احترامه احدهما للاخر. يعني المرأة التي مات زوجها وبعدين المعطب بتاعه معلق داخل الخزانة او داخل الدولاب الملابس او خزانة الملابس، فالاولاد اليتامى يقولوا لامهم يا امي انا اريد 10 5 اذهب فخذ من جيب ابيك رحمه الله، يحط الولد ايده في جيبه. هذا هو الود، هذا هو الود. يعني رحمة الله على 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 شيخنا الغزالي كان عنده يعني كراسي معينة وضعها لا ينقلها من مكانها ولا يحركها، يقول اصل دي كان ام الاولاد سبحان الله رحمة الله عليه. شو ايه الوفاء ده؟ هذا سلوك، هذا سلوك. احنا نتعلم العلماء من سلوكهم قبل كلامهم. وانا يا سلام ما الفضائيات مليانة نباحين واخدين سمت علماء، الشيخ فلان والترتان والاعلامي فلان والعياذ بالله، اذا تكلم يعني سبحان الله سكت دهرا ويعني انت عارف الباقي، وتمخض الجبل فولد فأرة، يطلع كلام كده سبحان الله. لكن الموعظة بالسلوك. عظوهن، انت لاقي الرياح شمالية شرقية مثيرة للأتربة غير مريحة منذرة بتسونامي في البيت، تعمل ايه؟ قال فعظوهن بالهدابة كده، هديها ايقظها. بس ايه والله النصيحة اذا خرجت صادقة وصلت صادقة، فما خرج من القلب وصل للقلب. لكن تتعالى عليها مش هتقبل، تنظر اليها من عالي مش هتقبل. انت مؤهلك العلمي رهيب، ولكن هي على قدر مثلا محدد من المستوى العلمي، فتشعرها بصغارها وبقلتها، وانت لم تفهمي، انت لم تدرسي هذه، وانت لم تدرسي، سبحان الله. كيف تسمع منك الموعظة؟ كيف تسمع منك الموعظة؟ احيانا يضع قدما على قدم وسط اصحابه وهي تجلس مع اخواتها في الناحية الاخرى وتسمعه يتكلم عن ضرورة الاحسان الى الزوجة وتقبيل يدها والابتسامة في وجهها، تقول لا اله الا الله، الرجل ده بيحلم، بيتكلم عن من؟ ايه المهم ياسم. فعظوهن. طيب الموعظة لم تأتي بنتيجة، وجدت التعالي شغال النشوز يعني، واهجروهن في المضاجع، يعني ما تغادر الغرفة، لا اديها جنب، اعطيها جنب. هنا لو هي انثى حقيقية تشعر ان انوثتها فقدت جاذبيتها ان زوجها اعطاها جنب، اعطاها جنبه سبحان الله، بعد ما كان يقبل عليها لا اصبح خلاص تمام. بس في نقطة، الهجر ده مش 4 سنين، هم 3 ايام. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3. يقول يا سيدنا الشيخ ده اخاه، يا عم دي اقرب من اخاه، لو اخوه بينام معاه في السرير يعني خلينا نفهم بس. يعني يقول لك ما مره والله يقول للراجل يا مؤمن زوجتك بتقول انت دايما مقطر جبينك، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه؟ ولا سيدنا الشيخ قال اخيك ما قالش زوجتك. طب بالله عليك انا اشرح له ازاي ده؟ اغلق فمك قبل ان يغلق الاخر اذني. قال اهجروهن في المضاجع. ناتر الشاهد، لم تأتي بنتيجة، ولا اضربوهن. تعال للضرب. الضرب بتصل الى مخافر الشرطة واقسامها والنيابات والمحاكم. امرأة قد تورمت عينها، كسرت يدها، شج رأسها، فكر نفسه هو محمد علي كلاي على الحلبة مع تايسون ولا مش عارف مين ده سبحان الله رحمة الله عليه، على كلاي يعني رحمه الله يرحمه رحمه الله.
ففكر انها القضية قضية سبحان الله ضرب المرأة اهانة لها ما بعدها اهانة. فكر انت ان الزجاجة كسرها لا يشعب. المرأة لا تنسى الأسية ولا تنسى موقفا يعني اسأت اليه الى انوثتها يعني اساءة بالغة لانها بشر لانها انسان. يعني لانها سألك سؤال اقول لك لو زوجت بنتك دي اللي عندها 10 سنوات لما تكبر ان شاء الله تدخل مبلغ النساء وتزوجها وجات قالت لك يا ابويا انا مرة مع بعض ناس وناس فضلاء قلت له يا شيخ فلان معذرة عندك بنات؟ قال ايوه عندي. قلت له انت تبيح ان تضرب المرأة؟ قال ايوه ابيح. قلت له لو بناتك دول متزوجات؟ قال متزوجات. قلت له طيب لو جت منهم واحدة قالت لك انا زوجي ضربني قال لي اقطع يده. لا يا شيخ انت الدين بذمتين يعني دين لبناتك خاص برايفت يعني خاص ودين بالقطاع عام للناس؟ لا يا رجل اتق الله. تعال لكلمة ضرب في اللغة. ضرب في اللغة لو واحد ضرب واحد على رأسه اسمه صقعة خلاص. لو اعزك الله على قفاه اسمه صفعة. لو على وجهه اسمه صكة. فصكت وجهها صكت وجهها يا وجه يعني سبحان الله صكت وجهها وقالت عجوز عقيم معقول أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة سبحان الله. ولو ضربوا في جنبه اسمه وخزة. ولو ضربه بركبته اسمه زبنة. ولو ركله لو ضربه برجله اسمه ركلة. كل ده مادة ضربة خلاص. طيب لو بكلتا يديه يعني بالاثنين كده اسمه لدما. طب بقبضته اسمه ايه؟ لكما سبحان الله. طيب في الذقن والحنك اسمه وهزا. طيب في الصدر والبطن اسمه وكذا. فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى ضربه سبحان الله في مكان قلبه فجابته سكتة قلبية رجل القبط مات. فوكزه موسى فقضى عليه. كل دي معاني الضرب. فين بقى اضربها؟ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض. يضربون في الارض يعني يضربون في الارض يعني يضربوا كده؟ لا يعني يسافرون يبتعدون. يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يبتعدون سبحان الله. يعني اذا ضربتم في الارض يعني سافرتم وابتعدتم خلاص. يبقى لما تعظ وما ينفعش الموعظه وتهجر في المضجع ولا يصلح فاضربوهن اي ابتعد بعيدا عنها اما في الغرفة الثانية او روح يومين بر امك وقعد عندها وابوك لغاية ما الجو يهدى والحكاية تصفو ويتدخل اهل الخير لكن حكاية هذا الذي نراه هذا الشيء لا يجب ان يكون في البيوت. هذا اجتهاد مني. ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. ومن افتى وقال وتكلم واصاب له اجران ومن اخطا فله اجر واحد. يعني اخذ ثواب الايه؟ ثواب الايه؟ صواب الخطا يعني كمان. احبتي في الله شوفوا احنا امتحنا امتحان اغرب من الخيال. في اخر دقيقتين اقول لك اقلب القضيه. قدر انت وقل في نفسك والله ده احنا في نعم. وجود الزوجات في البيوت نعم. ما انت شفت على طبيعه الامر كنت ترجع تقول لها هو انت بتشتغلي؟ هو انت بتخرجي الصبح؟ هو انت مش قاعده في البيت مستريحه؟ فلما اكتشفت حكايه طبخ وغسل وكنس واولاد ومذاكره وداخلين على اونلاين ويشوفوا المذاكرات انت نفسك بدات لا تتحمل. طب فرضنا بالله عليك لو ان هذا الفيروس نسال الله السلام ربنا يرفعه ويشيل هذا الوباء كان داخل بيوتنا داخل البيوت وجات الدول المسؤولة والحكومات قالوا يا جماعة سيبوا البيوت واطلعوا في الشارع عيشوا في الشارع شهر ماذا يكون تصرفنا؟ ماذا يكون وضعنا واحنا نأكل ونشرب ونقضي حاجاتنا؟ لا ده احنا الزموا بيوتكم. فقعدنا مع البيوت مع الزوجات. يبقى تيك الزوجات حتى سبحان الله العظيم ان كانت متمردة
هتدخل بها الجنة إن شاء الله ويبنى لك يعني تدخل مع أيوب في الجنة وترزق ثواب الصبر. بالله عليه هل هذه تضرب؟ اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في مجتمعاتكم، حتى يرفع الله عنا هذا الكرب وهذا الابتلاء ويعود الوئام إلى البيوت مرة أخرى. أحبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.